ازيكم يا جدعان، عاملين ايه النهارده؟ رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما نبدا فيديو النهارده، لو انت مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان انت بيفوتك عظمه كتير، بيفوتك حاجات كتير جامده. ولو تعمل لايك اكتب كومنت، يعني انت خلاص تاخد قلبي كده. قبل ما ندخل في فكره الفيديو، هتلاقوا لينك تصويت مسابقه وشوشه، انزل صوت للتوينز عشان عايزين ناخد المركز الاول باكتساح. فكره الفيديو النهارده سهله جدا وبسيطه جدا. رامي اللي هو ابن عمي شايف ان انا مكتئب بقالي كام يوم، فانا فكرت ليه ما استغلش اكتئابي ده في ان انا اعمل فيه مقلب يطلع من دماغه. من هنا جات لي الفكره، قلت بقى ان انا اعمل فيه مقلب سهل وبسيط اللي هو مقلب الموت. رحت اشتريت صبغه وهتشوفوها كمان شويه، ده مكان التجربه بتاعتها، وهو المفروض انه بره دلوقتي، فانا هستناه اما يرجع بقى ونخبطه المقلب كده هوب تك 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 مش عارف ايه. غير التيشيرت ده ونبدا في المقلب. يا ريت يا جماعه ما حدش يجرب اي حاجه من اللي انا كنت بعملها في الفيديو، لانها ممكن تسبب لكم ضرر كبير. انا عارف كويس انا كنت بعمل ايه، والفيديو للترفيه فقط. يلا مشاهده ممتعه. طب يا جدعان، احنا دلوقتي مفروض رامي نزل هيروح يقعد مع القهوه على اصحابه. ايه ده، هيقعد على القهوه مع اصحابه ويجيب لنا اكل وهو جاي وشويه حاجات حلوه كده، نقعد نقضي اليوم نتسلى فيها واحنا قاعدين ما بنعملش اي حاجه. فانا فكرت ليه ما اعملش فيه مقلب يكون يعني غشيم، او مش غشيم، يكون رايق كده، انا بيكون شكله لطيف كده وحلو وجميل ويطلع من دماغه. فقعدت افكر، هو اصلا عارف ان انا بقالي 3 ايام متضايق بسبب الفيديو بتاع الميرش، ان هو الميرش اتاخر وانا كنت عايز انزله من شهر اصلا، فموضوع القناه اصلا لسه مضايقني شويه وبتاع. فانا قلت له انا هبدا اصور في فيديو الميرش وزي ما تيجي تيجي. عرفت اطبعه وانزله كنبها، ما عرفتش او الفيديو مركون لحد ما الميرش يتبع وينزل. فانا بقالي اسبوع بصور في الفيديو، فعارف ان انا كل يوم بصور في اوقات مختلفه عشان الفيديو فيه مشاهد كتير سينماتيك بقى وشويه حاجات قله ادب كده. استنيت اما نزل امبارح ورحت على العطار وقلت له انا عايز حاجه تديني افكت الدم، لو حطيت على ايدي يبان كانها دم. فقال لي دم غزال. قلت له بس دم الغزال لما بنحط عليه شويه ميه كتير بيبقى عامل سايل قوي، كاني عامل جايب الوان ميه. اداني بقى ايه؟ اداني الكيس ده. انا مش عارف هو ليه حاططه في بتاع شبه بتاعت السجاير، فهو اداني الكيس ده بقى. فود قال لي ان دي صبغه، او هي صبغه شعر تستعمل بالمشاهد السينمائيه والحاجات دي يبقى فيها دم. ما فهمتش هو يعني، ما فهمتش هل ده بجد اللي هو بيقبض عليا، بس هو اداني الكيس ده ب 10 جنيه. الكيس ده ب 10 جنيه، شويه دول ب 10 جنيه. فاحنا دلوقتي ايه؟ جربنا الصبغه، طلع يعني ده مكان ما كنت بجربها، فيها هبان ولا، بس ده مكان ما كنت بجربها، باينه كانها شويه دم ممسوحين. استنيه يجي علشان بقى نخبطه مقلب يطلع من نافوخه، نخبطه هدايه كده. ودورت بقى على اكتر تيشيرت انا بكرهه في التيشيرتات بتاعتي، مش عارف مخي كان فين لما جبت التيشيرت اللي انا لابسه ده، عشان لو باظ يبقى مش مشكله، يبقى ايزي يعني، ما خسرتش كتير غير 10 جنيه اللي تبقى كسب. ده كده شكل الصبغه لما تتمسح من المنديل. بس طبعا انا غلطت وانا بجربها ان انا تقلت في كميه الصبغه اللي حطيتها على ايدي، فبانت انها تقيله قوي. لما احنا هنحط حبه خفاف كده ونبهدل التيشيرت شويه وشويه حاجات كده، بس استناه يجي عشان نخبطه المقلب المتين. بصور الفيديو بتاعه بقاله اسبوع، وبصور حاجات كتير قوي، الفيديو بتاع القناه شويه حاجات كتير قوي بصورها، فمضغوط قوي وغير الكليه وشغل الكليه، فالدنيا متسوحه عليها. بعدين بقى بعدين كده مش حلو. خلاص يا عم بتاع البيك، يا جدع بقى، كفايه بقى يا جدع، انت كل فيديو بتعدي عندي. ايه ده؟ وبعدين احنا دلوقتي نسيت حاجة مهمة. مين ده؟ وده انا خبيت، اخبيت فين؟ تحت الباب، هي المكان الوحيد اللي مش شايفه، مش هيبص فيه، بس لكن بص تحت الباب بس. في كل الفيديوهات بس يا جدعان، يعني ده جزء من شكل الميرش، الطبعه الاولانيه والطبعه الثانيه لسه ما اتعملتش، والاثنين ما اتطبعوش عموما يعني. بس فاحنا هنحاول نطبع الشكل الاولاني اللي هو موجود على الانستجرام بتاع الميرش،
زي ما عملوا له فولو، استنوا الشكل التاني هينزل كمان كام يوم، هتبقى حاجه عظمه عظمه يعني عظيمه. ايه ده يا صاحبي؟ جيت وانا مختلي بالكمل. ايه؟ انت فين يا صايع يا ضايع يا لا لا تعرف رفيع ان ليا ماتش وغيرة؟ اني واحد؟ الاول عند مول ارابيلا. ايه مول ارابيلا ده؟ ارابيلا بتاع مسجات بقى وبتاع، انا بصور مش عايز اوجع دماغي. مالك يا عم؟ مش عايز اوجع دماغي، انا عايز اصور كده، عايز اصور الفيديو واموت في الهدوء، مش عايز اوجع دماغي. انت لسه مطفي؟ اه يا عم انا طفيت على الاخر، على الاخر. ده بقى لك 3 4 ايام بالظبط البتاع دي؟ مختلف بالكامل بقالي بتاع 3 4 ايام. هندفع بتاع 2000 جنيه في كهرباء على بين دلوقتي اللي شغال عليه. عندي ليك خبر مش هستعجل. ميه قطع. ايوه احنا هنقعد كده لا شاي ولا قهوه ولا اي حاجه، حتى الاكل مش هنعرف نعمله. انا جايب اندوم. عين ناشف بقى. تقول لي طيب. ما انا لسه كنت بعد ما خلصت تصوير قلت اما اختاري بالحمام. انت قول لي عمال تختاري بيه، تختاري بالكاميرا وتختاري بالحاجه. يا عم انا راجل احب اختاري بالحاجه. لقيتها بتقول لي الرقم المطلوب مرفوع من الخدمه. اطلع بقى الشطافه قالت لك المرفوع من الخدمه؟ لا قاعده قالت لي كده. هذه القاعده مرفوعه من الخدمه مؤقتا عشان ما بترفعش ميه، اطلع بقى يا كلب. والله الواحد منطفي، انا عايز اموت يا اسطى. انا اسالك سؤال بس. ما تسالنيش بقى. بس نتاكد ان الكاميرا دي شغاله عشان ايه؟ نقعد مع نختلي بيك شويه دول نكمل تصويرنا احنا. تمام، وقفنا التصوير بس سليمه تنجز. تنجز مش عايز اكمل تصوير. عايز اقوم اخش الحمام. عايز اشرب ميه. خليك كده واجيب لك كوبايه. في ازازه انا لقيتها امبارح بالليل وسبتها جوه في الليل. دي تاني سنه. ما هي دي اللي هنعيش عليها بقى هي. وخلي بالك دي ازازه اللي هي 255 مللي الصغننه. وده ثاني، ولو لقيت متاخد منها غير كوبايه الميه اللي انا هشربها هزعلك. يا جدع انت بتخترق لي الميه. موضوع ايوه دي اللي لقيته لك. احلى مرجع اصولي. هو انا الخليفه يا اسطى؟ الخليفه المأمون. هو انا لو الخليفه مش هتجيب لي كوبايه ميه. خش الحمام واشرب، ولو ما طلعتش هجيب لك تاني. تخش الحمام؟ طب بباح على القعده. خلي بالي منك. لو الخدمه رجعت في القعده قول لي. يلا اقفل الباب عشان اكمل الشوت ده عشان نشوف هنتنيل اجلد زيك ازاي. حاضر. ما تقفل يا عم. يوتيوب هذا ليس دم حقيقي، ده مقلب. دم حامل زي الدم بجد. ثانية هي هتبان ولا لا؟ بس هي تقريبا هيبقى ده الشكل. وعمال التيشيرت بشوية. وقد حانت اللحظة ان احنا نعلن عن شكل المبش التاني. عايز الناس كلها تتوقع شكل المبش التاني هيكون ايه، لان هي حاجة محدش شافها ولا يعرفها غير انا والشركة وهواك. وانا والشركة وهواك نحب نقول لكم ان احنا حقيقي حقيقي هنعمل حاجات اعظم من اللي اتعملت في القناة القديمة. هنبقى جامدين جدا 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 جدا. او نزود اللون الاحمر. بس انا عايز اخد رايكم نطبع المرش بالوان ايه؟ يعني انا هسيب لكم تحت فوت ان احنا نطبع المرش مثلا باللون الاسود. انا مش مبسوط في بحوار المرش اللي باظ ده. انا هموتني، انا هذبحني.
في يوتيوب ده مش دم، دي صبغه، ده صبغه الوان طعام. عشان ما تمسحش الفيديو، ما تمسحش الفيديو، انا بهدلت فيه. الو يا جمال، تعالى يا انت فين؟ في البيت؟ انت تعالى بسرعه يا جمال، معرفش عادل لقيته متعور وعمال ننزل في دمه ومبهدل الدنيا ايه؟ معرفش. ثانيه يا جمال، طيب يا جمال تعالى بسرعه يا جمال، تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، ألف سلامة عليك. يا لهوي، ابن عمي مات، ابن عمي مات، ابن عمي مات، يا نهار اسود. يعني كده بوظت الموتى، مش رحنا نبطل حركات الوسخ، عايزين ان انا نكت الصبغة دي عشان متهش من شوية. كده بوظت الموتى؟ يعني بص انا تعبت قد ايه ودم قد ايه؟ فكرته بجد يا عم. الله، وانا هجيب بقى اعملك دم فيك، ده دمي، ده انا سحبت عينات عشان اجيب لون دم. يا عم عينات ايه يا عم، وخارج ايه عليك؟ ولا الموبايل، موبايل مبلتش يا عم، متبلش بل قفاه بل. وايه ده؟ ده ايه؟ انت كنت انت بتموت على الحيطه ولا ايه؟ انت بتموت على السقف؟ دي موتة خزعبلة. ايه واخد سكري ايه؟ واخد طلقه من تحت لفوق، سنايبر قتل كده. مليت التيشيرت، مش قلت لك؟ ده بص احسن خبرين بقى، تطلع من جدتك ازاي؟ لا يا عم اهو تتمسح حاجه، بس هي الفوطه اللي باظت. الفوطه اللي باظت؟ طب والدم ده هنعمل فيه ايه؟ مية الدم اللي انا حضرتها دي، اتفضل هات لي بيبسي. ولا في ايه؟ هات لي بيبسي، عايز اعوض الدم اللي ضاع مني. بس انا ورايا اللاب بتاعي واللاب بتاعك وموبايلاتنا، فا احسن. ما دي المشكله، ان انت انا يعني كان كل سنه وغرقتني يا عم وبتاع، وكويس التيشيرت ابيض وليله زرقاء والكوتشي. اتفضل هات لي بيبسي، عايز اعوض الدم اللي فقدته. يا عم بيبسي ايه بقى؟ وخارج ايه عليك وعلى الاخر؟ عصبني. ما واحده معكوكه ومبلوله، هضربك فين؟ الحمد لله. هضربك فين؟ الحمد لله نعم وفضل. بس انا عادي ممكن اعدي. بالله عليك انا لسه ميت، انا لسه ميت. ايه حد عمل لك ريفايف؟ قمت يعني؟ انا لسه ايه؟ هات اللي بتاع دي بس، لسه ميت. هات يا عم نعناع، مش فاتح. روح للهلال الاحمر، خلوني اعالجوك. خش انت، دفوش في ده. خش خش يا عمي، هتحسب بقى منين المغرب. داخل بيت امي دي قرابه. لا بس من بره داخل داخل للهلال الاحمر. ايه ده؟ واحمر على التيشيرت، واحمر على ايدك، واحمر على الارض. ده انا بجهز فيه بقالي في الشقه امبارح. ده انا بجهز فيه بقالي اسبوع المقلب ده. بقالك اسبوع؟ عامل مكتئب وميت خمس مرات ومش عارف ايه. مش تتكلم عن نفسك كتير. مش تتكلم عن نفسك كتير. بعمل ايه بس يا جدعان؟ وكده يكون فيديو النهارده خلص. فيديو النهارده خلص. دوسوا لايك وشاروا وسبسكرايب، اعملوا اي حاجه.